نهضة حسم طال أمدها. ومعنا من تعز مراسل الجزيرة حمدي البوكاري. حمدي، كان يوم أمس يوما حافلا على صعيد الاشتباكات بين قوات موالية الثورة والقوات الموالية لصالح. من ساعات الصباح الأولى اليوم، هل يبدو أن هذا المشهد سيتكرر؟ ليس بنفس الطريقة، ولكن يمكن القول بأن الهيئة الأمني يسيطر على المدينة، لا سيما بعد أن تمكن أنصار الثورة وحماتها من المسلحين السيطرة على تقريبا شارع جمال عبد الناصر، وهو الشارع الرئيسي في المدينة، وتحر السكنة العسكرية التي تتواجد هناك والتابعة للقوات الموالية للرئيس صالح. هم الآن يسيطرون على المكان ويتبادلون النوبات وينفذون دوريات على الأزقة والأحياء المجاورة، ويتحكمون بحركة المرور في الشارع. هؤلاء المسلحون من أنصار الثورة، ومن المتوقع أن يأتي الرد من قبل القوات الموالية للرئيس عدي عبد الله صالح، لأنهم في مثل هذه الخطوة التي أقدم عليها المسلحون من أنصار الثورة هي خطوة استفزازية، وكذلك خطوة تنتقص من الهيبة التي كانت مزروعة منذ وقت سابق عن هذه القوات الموالية للرئيس صالح. هي تراجعت هذه القوات وانسحبت من السكنة وحل محلها الآن المسلحون الآن يبدو أنهم لديهم خطط أخرى، ومن ضمنها التوسع إلى أماكن أخرى ومحاولة تحرير المدينة كما يقول بعضهم من السكنات الأخرى التي تتواجد داخل الأحياء السكنية. لكن أيضا في المقابل، القوات الموالية للرئيس صالح لا تزال تسيطر على تلال المدينة، معظم تلال المدينة، وتحديدا قلعة القاهرة وأحد الجبال الكبيرة واسمه جبل جرة. تتمركز القوات الموالية للرئيس علي صالح، وكلما نشبت مواجهات بينها وبين القوات وبين المسلحين من أنصار الثورة، تقوم بالرد بقصف مدفعي على الأحياء السكنية كما يبدو لمحاولة إجبار المسلحين على التراجع من خلال الضغط على السكان الآمنين والمدنيين، لأنها لا تستطيع أن تواجه بشكل مباشر مع المسلحين. المسلحون الآن يتمتعون بحضور قوي في المدينة مقابل قوى نظامية، والسبب يعود إلى أن النجاحات التي يحققها المسلحون تعود يعني حضور قوي. حمدي، إلى أي درجة؟ يعني هل هذا الحضور متناظر من حيث القوة؟ هناك فارق في التسلح وفي القوة بطبيعة الحال، لكن هناك فارق في أسلوب الحرب. أسلوب المسلحين من أنصار الثورة قائم على حرب العصابات، بينما أسلوب القوات الموالية للرئيس صالح هي حرب نظامية، يمتلكون كثير من الأسلحة المتعلقة بالمدفعية والدبابات. وهؤلاء هذه القوات الموالية للرئيس صالح قوات نظامية، لكن المسلحين يخوضون معهم حرب عصابات من شارع إلى شارع ومن حارة إلى حارة، كما دار بالبارحة. انتهى هذا مسار الحرب، انتهى بسيطرة المسلحين من أنصار الثورة على شارع أهم شارع رئيسي في المدينة، وهو شارع جمال عبد الناصر. لا تستطيع القوات الموالية الآن للرئيس صالح أن تتواجد في هذا الشارع أو أن تدخل إلى هذا الشارع، كما لا تستطيع القوات الموالية للرئيس صالح أن تدخل بعض الأحياء. لا تستحق سيارات الشرطة أن تدخل إلى بعض الأحياء في المدينة التي يوالي معظم سكانها الثورة، لكنها تستطيع بنفس الوقت استخدام المدافع وقذائف الدبابات من التلال المرتفعة إلى قصف المباني. وهذا هو الأسلوب الذي تلجأ إليه لمحاولة إجبار المسلحين على التراجع. إذا نحن أمام مشهد بشكل عام، مشهد أمني، انفجار عسكري، انفجار للأوضاع العسكرية، لا تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة من الناحية السياسية بشكل عام في اليمن. كلما اقتربنا نحو أو كثر الحديث عن الحلول السياسية، كلما تصاعد الوضع عسكريا على الميدان، الكثير من الضحايا قتلى وجرحى. أشكرك جزيلا مراسل الجزيرة في تعز حمدي البكري. طلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من اليونان توضيح موقفها من خطة الإنقاذ الأوروبية إذا كانت تريد الحصول على مساعدات مالية. قال ساركوزي إن على اليونان أن تقرر ما إذا كانت تريد البقاء في منطقة اليورو أم لا.
يأتي ذلك بعد إعلان اليونان فجأة عزمها إجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمساعدتها، مما أربك أسواق المال العالمية.